وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس على تعديل المادة 65 أو 56 من قانون المرور، وتمت إحالة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى، فيما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. هذا ورفض المجلس توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل الميزانية العامة، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، في حين قرر الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى. بعدها قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة إلى لجنة الخدمات لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.